الخيانة أنواع، في خيانة بنظرة، وفي خيانة بكلمة، وفي خيانة عبارة عن علاقة غرامية، ودي أعلى وأقوى وأكبر أنواع الخيانة. باختصار عشان أوفر عليكم، حلقة النهاردة مقسومة لنوعين. الأبراج اللي هتيجي تحت، احنا معانا كل الأبراج، رجال الأبراج اللي هتيجي تحت يعني نقدر نقول عليها لو لقت علاقة غرامية مفيش مشكلة، إن وجدت وجدت، وكل واحد بقى على اختلاف يعني ثقافته والوازع الديني وضميره وهو مرتاح مع حبيبته ولا لا. بينما المشكلة في الأبراج القمة إن هي أبراج دائما دائما باحثة عن العلاقات الغرامية. طيب انت اللي بتسمعيني اكيد الكلام ليك، هتستفيدي ايه من حلقة زي دي؟ هتستفيدي اول حاجة لو انت يعني في شخص متقدم لك، هيخطبك، هيتعرف عليكي، بتحبيه، اولا هتعرفي ترتيبه في الموضوع ده ازاي، هل هو قوي عنده ولا معقول. تاني حاجة لو هو من الابراج القوية لازم لازم تركزي ويبقى عينك في وسط راسك مع الشخص ده عشان تخلي بالك، ولازم تهتمي قوي بنفسك وتحديدا بمظهرك، تحديدا بمظهرك، وشك وجسمك كمان بشكل يعني خاص، لان الحاجات دي بتفرق مع الابراج اللي هتيجي في القمة، لان ده ممكن يخلي في مشكلة قدام بينكم. ليه؟ لان الابراج دي طبيعتها كده ومن داخلها كده، هي عندها ميل للحاجات دي، هي عندها حب للاشياء دي. وطبعا بقول دايما لكل قاعدة في الدنيا استثناءات، اكيد الابراج تختلف حسب تدينها، حسب ضميرها، حسب انت بقى وده دورك. هل انت واخدة بالك من الطرف اللي معاك ده؟ هل انت بتعملي له اللي هو عايزه ولا لا؟ هي حلقة مفيدة يعني بأي شكل من الأشكال. برحب بيكم، حلقة كده هنسهر فيها مع بعض. الجديد يعرفنا بنفسه، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان نفضل متواصلين مع بعض. ويلا بقى رجاء ندوس لايك عشان حلقة أيضا من الحلقات المهمة، عايزين أكبر قدر من أصدقائنا يشوفها. واللي حابب يسألني أو يتواصل معايا، رابط الانستجرام أو رابط الفيسبوك كله متثبت في أول تعليق، ويا ريت اللي يحب ينضم لقناتنا التانية لتفضفضة، كل ده في الوصف وفي أول تعليق. وتوقعوا معايا كده من ال 12، كل ما هنطلع لفوق هناخد رجل من الأبراج أكثر ميلا وحبا للعلاقات الغرامية أكثر من اللي تحته. في المركز ال 12 توقعته رجل برج الثور الترابي. ما بقولش ان هو ما عندوش ميل للعلاقات الغرامية، ولكن مقارنة برجال الابراج يجي في المركز ال 12، ممكن جدا يقتنع بيكي لو انت كنت معقولة بالنسبة له وكويسة ومريحة، ممكن يكتفي بيكي. يعني ممكن العلاقات الغرامية تيجي في دماغه، يشوف واحدة حلوة يعجب بيها، بس ما يسعاش ان هو يكون في علاقة غرامية، وهو من داخله مش من الابراج اللي تحب البنات تبقى دايما حواليها ودايما في حياته اكتر من واحدة. يعني ابراج ما فيش فيها الحتة دي. اعلى منه مركز واحد صديقه برج الجدي الترابي، مقارنة ايضا بكل الابراج في كتير قوي من برج الثور، بس الموضوع ده عنده اكتر سنة من برج الثور انجاز التعبير. اعلى منهم في المركز العاشر عشان ننتهي خالص من الابراج الترابية، رجل برج العذراء. رجل برج العذراء مش هقول بقى بيحب البنات دايما جنبه، هو ما بيسعاش للعلاقات الغرامية، بس هو ممكن يخون بكلمة بنظرة. العذراء، رجل العذراء والأنثى بعيدة كل البعد عن موضوع الترتيب في الحلقة النهاردة. ممكن يبقى مرتبط بواحدة ويكلم واحدة تانية، يبص لواحدة تانية، بس ما يسعاش لعلاقة غرامية كاملة. مقارنة كمان بالأبراج اللي هتيجي في القمة، في أبراج بتسعى لكده، وعشان كده لازم تخلي بالك قوي منه. ناخد رجل أشد منه شوية في الموضوع ده اللي في المركز التاسع، حد توقع هو رجل برج الدلو الهواء. الدلو يحب يهزر، يضحك، يصاحب، بس عشان نقول إن هو عنده ميل شديد للعلاقات الغرامية، لا. هو ممكن يبقى ليه صحاب بنات، ممكن يضحك يهزر زي ما احنا بنقول، ولكن ما عندوش النزعة بالدرجة القوية اللي عند مثلا الأبراج الخمسة أو الستة الأوائل اللي هنتعرف عليهم دلوقتي. أعلى منه مركز واحد اللي بيجي في المركز الثامن، رجل برج الحمل الناري. الحمل يعني نبدأ نقول دخلنا شوية في الجد بقى، نبدأ نقول دخلنا شوية في الجد، ولكن مقارنة باللي هييجوا بعد كده هو رحمة، رجل برج الحمل. ومحدش يربط بين مثلا
اللعب بالمشاعر او كده، وبين الحلقة دي. الحلقة دي بتختلف. احنا النهاردة بنتكلم عن الخيانة اللي هي اعلى مراحل الخيانة، مين في الابراج اللي عنده النزعة اكتر ومين اللي بيسعى. مش عايزين طبعا نعيد الكلام، بس بذكر عشان ما يختلطش علينا الامور. برج الحمل خلاص كده في المركز الثامن، اعلى منه، دخلنا في الجد اكتر واشد منه في الموضوع ده، وها يعني نقدر نقول بيبدأ كده يعني يقدم رجل ويرجع رجل كده ويأخر رجل، رجل برج الجوزاء. ومن هنا تبدأي تخلي بالك بقى، من هنا اللي مرتبطة بالجوزاء وطالع تخلي بالها. الجوزاء عايز اللي احنا بنقول عليه ده، تخلي عينك في وسط راسك معاك. عنده ميل الى حد ما، عنده ميل الى حد ما. اعلى منه شوية اللي في المركز كده، المركز السادس، هيجي رجل برج الميزان الهواء. ومن الميزان وطالع دول القمة معانا، دول اللي نقدر نقول عندهم نهم شديد من رجال الابراج للعلاقات النسائية او العلاقات الغرامية بشكل عام. ابراج قمة كلها تتنافس مع بعضها في الموضوع ده، هما بداخلهم عندهم النزعة دي وعندهم الميل ده، ويسعوا لكده ويسعوا لكده، ويحبوا البنات دايما تبقى حواليهم، ويحبوا النساء دايما تبقى جنبهم، ويحبوا ان يعني حياتهم يبقى فيها علاقة واتنين وتلاتة. عشان كده انا طبعا ما بعممش على كله، ولكن انا بقول مقارنة بكل رجال الابراج هم دول اللي بيجوا في القمة، بس انا بقول لك كده عشان تخلي بالك. لو اهتميت بنفسك، بشكلك، بجسمك، بمظهرك، اهتميت بيه هو في الامور اللي شكلك، وخليتي بالك منه، لانه هو لو بيحبك هيبقى يعني حريص مش عايز يخسرك. انما لو انت طنشت وكبرت راسك ووثقت ثقة عمياء، ثقة عمياء، هو ده الغلط بقى، هو ده اللي انا عايز انبهك منه في حلقة النهاردة. بلاش الثقة العمياء قوي مع الابراج دي. خلاص، رجل برج الميزان كده معانا في المركز السادس. اعلى منه مركز واحد، رجل برج القوس الناري. تخلي عينيك الاتنين، عينيك الاتنين تخليهم في وسط راسك مش عين واحدة مع رجل برج القوس، لان في الموضوع ده لازم تخلي بالك قوي منه على قد ما تقدري، مش هقول اكتر من كده. اعلى منه مركز واحد، الزعيم برج الاسد الناري. ولازم برضو برج الاسد الناري، رجل برج الاسد يجي معانا في القمة في الموضوع ده. ده مش بيحب البنات تبقى جنبه، ده بيعشق البنات تكون جنبه، ده بالنسبة له حاجة كبيرة قوي، وممكن يتمادى في العلاقات الغرامية. عشان كده تخلي بالك، وبرضو مش هنقول اكتر من كده. ندخل بقى في الابراج المائية اللي هم قمة القمة، في قمة وفي قمة القمة. في المركز الثالث، حذاري ثم حذاري، من رجل برج السرطان المائي. اعلى حرفيا واقوى، وعنده نهم اشد وعشق اشد من كل رجال الابراج اللي سبقته للعلاقات الغرامية. تخلي بالك طبعا، تخلي بالك، برج السرطان، رجل برج السرطان متعب في الحتة دي، متعب في الحتة دي. اعلى منه مركز واحد، توقعوا مين اللي في المركز الاول؟ انا عارف ان اغلبكم توقعوا. اعلى منه مركز واحد اللي بيجي في المركز الثاني، صديقه وجاره وشريكه في الطبيعة المائية، رجل برج الحوت. رجل برج الحوت من زعماء العلاقات الغرامية، رجل برج الحوت. تخلي بالك، ايوه طبعا تخلي بالك. ورجل الحوت ممكن يخلط بين العلاقات الغرامية وبين المشاعر وبين الحب وبين الرومانسية، هو بيعتبرها كلها مكملة لبعضها. فبرضه من الرجال الابراج الخطيرة جدا في الموضوع ده. بينما اخطر رجال الابراج على الاطلاق في الموضوع ده، متصدر الترتيب اللي بيتربع على المركز الاول، اكتر برج فيهم عنده نهم وعنده ميل شديد للعلاقات الغرامية، ولازم النصايح اللي احنا بنقولها طول الحلقة تخلي بالك منها، وبلا ثقة عمياء ولا ربع ثقة مع رجل برج العقرب. لازم لازم تخلي عينك في وسط راسك دايما وانت بتتعاملي معاه، حسسيه دايما ان هو متراقب، حسسيه دايما يعني ما تستنيش للاخر لحد ما الكارثة تقع وبعدين تبدأي ان انت تتحركي، لا من البداية. هو رجل العقرب كده، عايز اللي يأثر له اول باول، عايز اللي على طول، يعني ايه من امن العقاب ها
كمل بقى، ساء الأدب. فتخلي بالك من الحتة دي مع رجل برج العقرب، حاول ان انت تسيطري عليه في الموضوع ده، لانه اشد الابراج، والدراسات كلها بتقول كده، والابحاث والتجارب وعلم الفلك بيؤكد الكلام ده، ودي طبيعة فيه. اعمل اللي عليك، خلي عينك في وسط راسك، ركزي معاه، بلاش ثقة عمياء. ايوه بنحب بعض، ما عنديش مشكلة، بس تخلي بالك، ما مش معنى ان انا بحب حد ان انا بقى يعني إيه ما فتش وراه، ان انا مثلا مشغلش بالي بيه. ما هو الانسان مش كامل. هل الانسان كامل؟ لا، الانسان مش كامل. اذا الانسان ضعيف، اذا الانسان معرض مثلا ان هو يقع في حاجة زي كده، فمحتاج مراقبة من الست بقى، الست الذكية، تعرف تحتويه، تعرف تسيطر عليه، وتعرف من غير ما تحسسه ان هي مثلا بتراقبه او بتشك فيه، تعرف ان هي تخليه دايما عارف ان هي مركزة معاه، ان هي واخدة بالها من تصرفاته، من حركاته، من افعاله، عشان ما يتمداش زي ما احنا بنقول في حاجة زي كده. اكتبوا لي اراكم، بحبكم جدا وهتوحشوني، وتصبحوا على خير.